مود الطفرات الجينية نزل مع حدث البراول توك. فكرة هذا المود من 1 إلى 40 بطل راح يتم التغيير عليهم من خلال الجينات، بمعنى راح يتم تغيير ميزات هذا البطل 180 درجة من الضربة العادية إلى ضربة متطورة. لكن كيف نحصل على هاي الطفرات الجينية؟ بكل اختصار تم إضافة بيضة جديدة باسم بيضة الجودزيلا. إذا تسوي لها سين 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 راح يظهر لك بطل عشوائي أو راح يطلع لك سكن من هاي السكنات. وحرفيا هي تشبه الستار دروب، لكن الفرق الوحيد إنه راح تعطيك سكنات فقط من هاي الفئة، وراح تحصل أيضا على أبطال من الطفرات الجينية. لكن كيف راح نحصل على هذه البيضات؟ راح يكون حدث باسم حدث الجودزيلا، وراح انزل عليه فيديو. اذا فزت في هذا الحدث اكثر من 6 مرات راح تحصل على اكثر من 6 بيضات، لكن اذا خسرت راح تحصل فقط على ستار دروب دير. وايضا اذا لعبت اكثر من 8 مرات في اي مود راح تحصل اكثر من بيضتين. واذا ما تريد تتعب نفسك اصرف اكثر من 79 جوهره لاجل تحصل على 6 بيضات. لكن كل ما راح تشتري اكثر راح تحصل على بيضات زياده وسعر اكثر، وايضا راح تحصل على سكنين منهم بروك وباز. واذا تريد تشتري سكن باز من خلال هذا العرض لازم تدفع اكثر من 2277 جوهرة لأجل تأخذ هذا السكين، وحرفيا حتى مستر بيس ما يفكر يسويها. لكن تعرف تقدر تحصل على هذا السكين بشكل مجاني من خلال أنك تدخل في اتحاد، وإذا قدرت أنت واتحادك تجمع أكثر من 1250 بيضة راح تحصل على هذا السكين المجاني وكذلك جواهر. وأهم شيء إذا ما كنت داخل باتحاد فادخل في اتحاد. المهم راح أسوي لكم ترتيب من الأسوأ للجيد لأجل تختار البطل المناسب في حدث الطفرات الجينية. وأهم شيء اشترك بالقناة لأجل نظل ننزل على هذا التحديث بشكل يومي. المهم وبس خليكم يا الفيديو. لكن ملاحظة، ميزة الطفرات موجودة فقط في ماب كرة العراق وماب جمع الجواهر وماب الجودزيلا. ماب الجودزيلا راح يكون إلى شرح خاص غدا، فلهذا لا تنسى تشوفه. في المستوى السيء البطل ليون. عارفين ميزة الطفرة الخاصة بليون إنه بعد ما يستخدم السوبر راح يرسبن فقط ظليا نفس الجادجت، بمعنى إنه حرفيا اللاعبين حيعرفون هو اختفى، على أساس إنه هو قاعد يختفي بالأخير إنه الميزة فضحته، بمعنى بدينا بأسوأ شيء. الطفرة الثانية بوكو. ميزة بوكو بكل اختصار أي شخص راح يدمجه راح يقدر يعالج أصدقائه ويعالج نفسه نفس الجادجت هذا. لكن الفرق بينه وبين الجادجت بكل اختصار ان الجادجت راح يعالج اكثر من 760، اما هاي الميزه بس 74، لهذا الشركه خافت من بفات بوكو القويه بهاي الميزه، لهذا لازم براوسر 60 يير. الطفره الثالثه طفره جانيت. بكل اختصار جانيت بعد ما تشحن السوبر راح تطلق اكثر من صاروخ بشكل اسرع، بمعنى انه هاي ما لها اي فائده. الشيء السيء بجانيت انه حرفين الدمج والاشياء الموجوده بها جدا ضعيفه، لكن الشيء الجيد بهاي الطفره انه فقط الصواريخ راح تطلق صواريخ بشكل اسرع، وحرفين ما غيرها اي شيء، يعني ما نعرف. من الافضل بدل هاي الصواريخ الكثيرة افضل حل انه يخلون صاروخ نفس الصاروخ الخاص ببروك، وايضا يطلع نار بعد ما ينفجر، وبمعنى انه جانيت تحتاج هاي التعديلات. الطفرة الرابعة شيلي، بمعنى انه شيلي فقط راح تضرب ضربتين بنفس الضربة الواحدة، يعني حرفيا ما تغيرت وما راح يتم التعديل عليها بشكل كامل، يعني فقط انه راح تساعدك في الاماكن القريبة فقط. لكن احتمال راح يصير جليتش او مو جليتش انه فقط اذا تستخدم هذا الجادجت راح يظهر ضربتين بدل الضربة الواحدة، يعني راح تصير سنايبر. الطفرة السادسة اش بكل اختصار انه فقط راح يرسبن اكثر من فارب سوبر واحد، يعني بدل ما يرسبن لك اكثر من 6 راح يرسبن لك 12، وهذا الشيء حرفيا ما له فائده. بكل اختصار اللاعبين يقدرون ياخذون بطل يضرب بشكل جماعي، وحاليا اش ما راح يكون له اي فائده فقط المدى البعيد. لكن الشيء الغريب اكثر اذا تحتاجه فقط في المابات المفتوحه لاجل المدى البعيد لازم يصير عندك دوت سريع ومن هذا القبيل. الطفره الاخيره في المستوى السيء هو فرانك، يعني تخيل فرانك راح يقدر يضرب ضربه واحده راح يدمر الجدران، وفرانك هو لازم يختبئ خلف الجدران لاجل يدمج، يعني بس تخيل عند السوبر يقدر يدمر جدران، وبالاخير ضربة عادية ايضا يقدر يدمر جدران، هو من الضربة العادية يسوي مشاكل، ومن السوبر ايضا يكسر منطقته ومنطقة الجميع، فمشكلة كبيرة. انتهينا من جميع الطفرات السيئة، ننتقل على الطفرات المتوسطة. الطفرة الأولى في المستوى المتوسط روزا. الفكرة بكل اختصار انه روزا بعد ما تستخدم السوبر راح ترسبن غابة، حرفيا غابة. نستطيع نقول انه هاي الميزة راح تكون جيدة اذا الفريق ضدك قدر يدمر جميع العشب وما بقى لكم اي عشب، فهاي الميزة راح تساعدكم بشكل جيد، وايضا هذا الشيء راح يساعدكم انه تتقدمون بالعشب الى الامام بشكل جيد. الطفرة الثانية سيرج. بكل اختصار سيرج بعد ما يعبي السوبر وبعد ما يستخدمه ايضا راح يحصل على ليفل فول، بمعنى قبل انه بس يشحن سوبر راح يزيد فقط ليفل واحد بالمستوى الخاص بالضربة، بمعنى انه سيرج راح يقدر يعبي السوبر بشكل جدا سريع فقط من سوبر واحد، واختصر اكثر يمكن من 2 أو 5 ساعات لاجل هاي اللحظه. حرفيا هاي الميزه نحتاجها في جميع الاوقات، لان اللاعبين اللي ضدنا واللي معانا بنفس الوقت يتطاولون اكثر من 2 ساعة لاجل يجمعون سوبر واحد بس. الطفره الثالثه الالبريمو. بكل اختصار انه هاي الطفره راح تخلي السوبر الخاص بالالبريمو يصير سريع، يعني بس راح تخليك سريع، وايضا هو السوبر الخاص بالالبريمو متوسط السرعه لكن في المدى القريب راح يكون سهل، بمعنى انه هاي الميزه راح تساعده فقط في المدى البعيد، لان المدى القريب اصلا
أصلاً هو سريع في المدى القريب، فلهذا تستخدم فقط في المدى البعيد. طفرة رابعة كولت. بكل اختصار إن كولت أي ضربة راح يضربها بشكل طبيعي راح يقدر يدمر أي شيء إذا كان مباني أو حجارة أو نبات، يعني نفس الضربة العادية الخاصة بالجادجت. وحرفياً هالميزة تستحق تكون لكولت، لكن الشيء السلبي فقط إذا كنت في فريق هذا الشيء راح يأثر على أصدقائك أيضاً، لأن راح يدمر الماب كله. الطفرة الخامسة باز. بكل اختصار باز راح يصير المدى السوبر الخاص به إنفينيتي، بمعنى إنه السوبر راح يقدر يوصل لنهاية الماب، وحرفياً فقط هذه الميزة، يعني إنه المدى راح يكون إنفينيتي. وهذا الشيء الغريب أكثر إنه بس راح يستخدم السوبر، يعني إذا تروح تستخدم السوبر على أي عدو ما راح يقدر يأثر أي شيء، بالأخير أنت راح تموت، أو بمعنى يليق البطل راح تنقرض. طفرة سادسة بي. بي بكل اختصار إنه أي واحد راح تضربه راح تظهر نحلة، وهاي النحلة نفس الجادجت هذا، لكن الشيء الغريب أكثر إنه هاي راح تظهر فقط نحلة واحدة، لكن هاي الحركة راح تساعد بي إنه تدمج هاي الأشخاص من خلف الجدران، لكن اللي ما نعرفه إنه بي ما لها استخدامات بشكل طويل. الطفرة السابعة سبراوت. سبراوت بكل اختصار إنه راح يكون ميزته نفس الشيء، لكن الفرق بينها وبين سبراوت إنه سبراوت راح يضرب ضربتين، هو أيضا راح يقدر يشحن سوبر بشكل أسرع، والسوبر راح يساعد إنه يغلق الأماكن بشكل أسرع. سبراوت له استخدامات أكثر من شيلي بنسبة جدا عالية، وأهم شيء إذا ركز في هذا الستار باور راح يكبر من ضرب السبراوت، وهذا الشيء راح يخلي السبراوت تضرب ضربتين بمدى أبعد وبشكل أقوى، وهذا الشيء راح يخلي السبراوت يشحن سوبر أكثر وهايبر شارج أكثر. الطفرة الثامنة غراي. غراي بكل اختصار إنه بعد ما راح يستخدم السوبر أكثر من مرة ما راح السوبر يختفي، راح يصير أكثر من سوبر في مكان واحد، بمعنى إنه غراي راح يخلي أصدقائه ينتقلون من أكثر من مكان معين هو أيضا، لكن المشكلة إنه في ماب الطفرات هذا الشيء ما راح يساعده بشكل جدا كثير. السبب هو انه ميزه الطفرات في الماب جدا قويه. المهم انتهينا من جميع المستويات المتوسطه، ننتقل الى المستوى القوي. المستوى الاول طفره ستو. بكل اختصار طفره ستو انه راح يعطي سوبر لا نهائي، بمعنى انه ستو ما راح يقدر يوقف لحد ما انت توقف، بمعنى تروح للصين لامريكا لاي مكان يعجبك لحد ما انت توقف السوبر هو يوقف. لكن الشيء المرعب حرفيا انه هذا الستار باور الخاص بالعلاج، اي شخص راح يدمجك وانت عندك هذا السوبر، يعني راح تقدر تتفادى ضرباته وتعالج نفسك بنفس الوقت، وراح تقدر تذبحهم بشكل اسرع. طفرة ريك وروفس متشابهات بنفس الوقت ونفس الميزة، لكن الفرق بالضربات، لكن اقواهم هو ريكو، يعني حرفيا الضربة الوحدة اذا ضربت الجدار راح ترتد وتروح لاماكن جدا بعيدة وترتد وتجي بالعدو بنفس الوقت، واذا عنده ستار باور حرفيا راح يسوي مشاكل جدا رهيبة، وحرفيا ريكو راح يقدر يسيطر على كل شيء في هاي المابات من خلال هاي الميزة. طفرة رابعة سبايك. سبايك بكل اختصار الضربة العادية تظهر اكثر من 5 اشواك، لكن في هاي الميزة راح يظهر اكثر من 10 اشواك، وحرفيا هذا الشيء راح يسوي مشاكل جدا رهيبه. يعني انت بس تخيل تريد تمسح لك تيم باقل من ثانيه، بس ارمي اكثر من 3 ضربات من سبايك وكلها ماتت. الطفره الخامسه جروم. جروم بكل اختصار انه بعد ما يرمي السوبر، السوبر هذا راح يكون نفس الاقتراح الهايبر شارج اللي اقترحته للشركه، بمعنى بدل ما يضرب من 4 جهات راح يضرب من 8 جهات، وهذا الشيء حرفيا جدا رهيب، والمفروض يخلوه هايبر شارج لان ايضا اقترحته. الطفره السادسه كارول. اذا تشاهد كارول انه تشوفه ما اخذ اي طفرات او تعديلات على اي شيء، لكن بعد ما يستخدم السوبر حيصير لك سونيك ويصل منه للمريخ. تخيل انك تلعب بكارول في ماب كرة العراق، يعني انت بس تريد تروح للهدف الخاص بهم او هم وصلوا للهدف الخاص بك، بس استخدم زوبر وزشت وصلت عندهم. الطفرة السابعة تيك. تيك بكل اختصار جميعا نعرف ان تيك بس يرسم الراس واحد، لكن بسبب هاي الطفرة راح يرسم ثلاثة، يعني تخيل راس واحد مسوي مشاكل، اذا ثلاثة راح يسوي دمار. الطفرة الثامنة والتاسعة نيتا وبيني راح يكونون نفس الطفرة، بمعنى انه اثنيناتهم راح يرسمون مدفوعيا ودبيا. الطفرة العاشرة وال11 بوني وانجلو اثنيناتهم راح يكونون نفس الطفرة، بمعنى راح يطلقون 3 طلقات بنفس الوقت. الطفرة 13 جايل. جايل راح يصير الضربة مالته طويلة بشكل جدا رهيب، بمعنى انه راح يقدر يصيب اكثر من لاعب بضربة واحدة، واحتمال كلهم ماتوا بضربة واحدة. الطفرة 13 وال14 راح يكونون ماكس وبام، وحرفيا الميزات نفس الشيء، بمعنى انه بعد ما يخلصون ذخيرة لنهاية الماب، يعني ما راح ينتهون الذخيرة لحد ما يموتون. الطفرة 15 و16 راح تكون لإيفو هانك، وحرفيا اثنيناتهم متشابهين، الفرق الواحد انه هانك اي شخص راح يدمجه راح يطلق صواريخ، اما اي شخص راح يدمجه راح تطلق اثنين من الصغار. الطفرة 17 سويك. سويك بكل اختصار انه الضربة العادية راح تصير نفس ضربة السوبر، بمعنى انه السوبر راح يكون حجمه قبل انه راح يصير صغير، لكن بعد هاي الطفرة راح يصير حجم السوبر نفس الضربة العادية. الطفرة 18 كرو. كرو حرفيا راح يكون جدا رهيب بهاي الطفرة، بسبب انه من الضربة العادية الى ضربة الهايبر شارج، السبب هو لان الهايبر شارج نفس الضربة العادية، يعني انت بس تخيل حتضرب اشواك وهاي الاشواك راح ترجع لك نفس فكرة الهايبر شارج، وحرفيا جدا رهيبة وقوية بنفس الوقت. الطفرة 18 بي اي شخص راح تضربه ما راح يكون صاعقة عادية، راح تظهر اكثر من 5 صواعق اذا قدرت تجيب احد اللاعبين، وهذا حرفيا راح يشارك الضرر لجميع الفريق. الطفرة 19 ميجا. بكل اختصار ميجا راح تضرب
يضرب أكثر من ضربة بنفس الوقت، يعني بمعنى نفس ضربة بام لكن بشكل مندمج بضربة واحدة. لكن الشيء العجيب أكثر أنه مو فقط بالضربة العادية، هذا الدمر الروبوت أيضا راح تضرب 4 ضربات بالضربة الواحدة. الطفرة 19 مادي، مادي بكل اختصار راح تضرب أكثر من 3 سوبر بضربة واحدة، وحرفيا هذا الشيء راح يصير مدمر بنوعا ما خرافي. الطفرة 20 بايبر بكل اختصار راح تضرب ضربتين بدل الضربة الواحدة، يعني بالضربة الواحدة ضربتين، بمعنى راح تدبل الضربة أكثر من مرتين، وحرفيا هذا الشيء مدمر. والظاهر انتهينا من كل شيء.